يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن الآن دائما نقول ما عندنا وقت، ما في بركة في وقتنا، ولا في الوقت يكفي الكثير. ولو يعني أن سعينا في أسباب البركة لوجدنا من الخير الشيء الكثير، ومن أعظم أسباب البركة في اليوم أن تقرأ القرآن. والله إذا قرأت القرآن في يومك تنجز من الأعمال ما لا تنجزه في أيام. من أعظم أسباب البركة في الوقت الحرص على قراءة القرآن، ولما ضعف اهتمامنا بالقرآن ذهبت البركة من أوقاتنا. وذلك أنا أقول لطلاب العلم، جميل جدا أن تجعل في بداية يومك نصيبا من نصيبا من وقتك للقرآن، فإن في ذلك بركة عظمى. نعم.